اعداد هائله برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره. وسيحكم التاريخ علي وعلى اسمي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلق راس من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. إذن مشاهدينا الكرام، حملة اعتقالات واسعة ضد عدد من الصحفيين والمحامين والحقوقيين في مصر. شملت حملة الاعتقالات كل من المحامي وعضو البرلمان المصري سابقا زياد العليمي وعدد من الصحفيين أبرزهم هشام فؤاد وحسام مؤنس إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين. عزى نشطاء وحقوقيون سبب هذه الحملة الأمنية الموسعة التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى خشية النظام المصري من اندلاع موجة غضب بالشارع المصري، سواء على خلفية القرارات المتوقعة لرفع أسعار الوقود والسلع من بداية شهر يوليو المقبل، أو مشاركة النظام المصري في ورشة البحرين ودورها الرئيسي في ما تعرف بصفقة القرن. مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن كشف عن سبب حملة الاعتقالات من وجهة نظره التي قامت بها قوات الأمن مساء الاثنين. أكد أنها تهدف لإجهاض تحالف سياسي وانتخابي كان من المقرر الإعلان عنه خلال أيام في مؤتمر صحفي، موضحا أن السيسي يسعى لإجهاض تحالف الأمل الذي يضم الحركة المدنية الديمقراطية وتحالف 25-30 البرلماني وحزب المحافظين وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية. مشاهدينا الكرام، المزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا انضم إلينا عبر الهاتف، المهندس خالد السرتي الناشط السياسي المصري. مهندس السرتي مرحبا بك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا بك. في البداية، في أي إطار تأتي حملة الاعتقالات هذه في مصر مساء أمس الاثنين؟ هو يعني من وجهة نظري طبعا هو امر مؤسف اعتقال اي فرد مصري سواء هو بيعمل في المجال السياسي او غير المجال السياسي. نعم. هو امر مؤسف بالنسبه لنا، لانه يعني استمرار للسياسه اللي بينتهكها النظام. لكن احنا لازم برضه نكون من الوعي بحيث ان احنا نفرق بين كل جزئيه من دي، مع تقديرنا او تعبيرنا عن الاسف لازم ان احنا بنفرق بين يعني مثلا على سبيل المثال احمد ماهر لما اعتقل عشوائي كان بيعمل مظاهر، فده كان يعني مظهر من مظاهر المقاومه. المستشار اللواء معصوم طبعا كان بيعتقل لما قدم مبادره بالطالب بانتخابات. طبعا جميع اعضاء الاخوان المسلمين المعتقلين اعتقلوا برضه في مواضع مقاومه حقيقيه، يعني بعضهم يعني كان متعرض للموت وكده. لكن انا بالنسبه لي اتمنى طبعا كل واحد يطلع من هذه الازمه، الناس اللي اعتقلت النهارده واللي قبليهم. لكن بالنسبه لي انت مستمر في التعامل مع النظام، انت بتعترف بشرعيته، انت بتساعده، انت ساعدت ان هو يعمل حاجه اسمها برلمان وهي مش برلمان ولا حاجه، خدعت. انت كنت الديكور في وقت كان الموضوع واضح فيه للكاف ان دول شويه مجرمين مسكوا البلد بالاجرام وان هم شويه عملاء، ومع ذلك انت وافقت ان انت تكون الديكور اتباع التيران والصناقير بموافقه البرلمان بتاعك، وانت استمريت. انت تعلم تماما، يعني اي واحد عايش في الشارع عارف ان النظام لو جاله مزاج انه يقبض عليك يقبض عليك في 5 دقائق، ده اللي حصل. فالجريمه يعني ان انا مش بقول ان يعني جريمه بعض الناس اللي انا اتمنى لهم والله ان هم يطلعوا دلوقتي حالا يعني من السجن والاعتقال، مش ان هم اشتركوا في مأساة 30 يونيو، لا، ان هم استمروا فيها وعندهم رغبه شديده واصرار شديد
الى الاستمرار في هذه الاخطاء والدفاع بعضهم عن ذلك، يقول لك لا اصل انا مش اخوان فما تقتلنيش، بمعنى لا طب روح اقتل اخوانك. يعني شيء مؤسف ان انت بتدافع عن واحد مش مديك فرصه اصلا ان انت تتعاطف معاه، لكن احنا بنتعاطف مع القيم والاخلاق في بلدنا. لكن ما السر وراء اعتقال هذه المجموعه مهندس خالد؟ ألا يعد ذلك دليلا على أن هناك معارضة حقيقية منهم، أو أن النظام يستشعر بأنهم خطر عليه؟ يعني خلينا نكون واضحين، لا هم ولا هم فكر، يعني أنا بدافع عن حد في هذا الوضع الراهن بيشكل أي نوع من الخطر على النظام خالص. نعم. لكن النظام بيمشي بطريقة اللي بقول زيرو ريسك، يعني هو مش هيستنى الحد، فهو بيعمل ايه؟ اللي بيعمله ده استعراض للقوة. استعراض للقوة، يعني هو النظام برضه ده، يعني نتكلم على الجانب الآخر، التيار الإسلامي اللي هو مفترض إن هو أكثر قوة وكده، هو قتل رئيس الجمهورية المنتمي طبعا لجميع المصريين، بس هو بدايته كان تيار إسلامي، ومنع الجنازة بتاعته، منع من شيع جنازة أول حاكم مصري منتخب. نعم. وتاب قناة إسرائيلية تذيع مراسم الدفن. فانت بتتكلم على يعني ايه الخطوره اللي هيعملها، يعني مع احترامي طبعا للناس دي، ما فيش، الموضوع مش هيكلف اكتر من بوكس واحد يلم الناس دي كلها، انا مش بهاكمهم والله دلوقتي، لكن هو نوع من قتل الامل، قتل الامل من البدايه، وانت ما جيتش بعد سنتين تعمل لي خطوره، طالما بتخانق ما زلنا بنتخانق، وطالما ناس طلعت النهارده تقول لا اصل احنا مش وحشين، احنا غير الاخوان الوحيدين اللي كانوا بيقعوا البلد، وطالما كده فالسيسي في امان، لحد ما هذه الاصوات الحقيره اختفت في المعارضه اللي معظمهم على فكره بيكونوا شغالين مع المخابرات الحربيه، نقدر ساعتها بقى ايه نشوف هيبقى في امل ولا لا. لكن تعتقد بان السبب فقط انه النظام يستعرض يستعرض قوته امام المصريين، ولا هذا هؤلاء الاشخاص او هذه المجموعه لا تمثل اي خطر من وجهه نظرك مهندس؟ لا هم ولا غيرهم، لا هم في الوضع اللي احنا فيه ده، لا هم ولا غيرهم، بس ما فيش كان شخصيه هتمثل يعني خطوره على النظام او تطلع النظام اكثر من الرئيس الشرعي المنتخب اللي نزل له ملايين الناس لمده شهور لمحاوله ارجاعه، ولكن حضرتك هو في الاخر خلص وصل للمرحله في بعد السنين، ونتيجه السلبيه التي تصل الى حد يعني ربما نقول التوافق من قيادات كانت المفروض ان هي تحاول تدافع عن الرئيس المنتخب، وصلنا في الاخر ان احنا بقينا صفر، فكونه قدر يعمل كده في الرئيس المنتخب فمش هيخاف يعني من زياد العليمي والاستاذ مش عارف مين والناشط زيدان مش عارف ايه، ما خلينا منطقيين يعني عشان ما نخدعش بعض، يعني النظام بيتحرك بقوه شديده جدا جدا، والمره دي يجي يضارب واحد اسلامي فالليبراليين يفرحوا، فيضرب ليبرالي فالاسلاميين يفرحوا، وهنفضل كده لحد ما نخلص، طول ما في النماذج اللي هي المنحطه اللي راحت النهارده تقول لا معلش طلعوهم اصل دول مش اسلاميين وحشين، دول ناس كويسين، وطالما الناس موافقه ان هي تحط ايدها في ايد النظام وتبقى جزء منه حتى لو في المعارضه. فالنظام في امان. طيب هناك يعني ما كشفه رئيس حزب الدستور المصري علاء الخيام، كشف عن تحركات بدأت منذ نحو أسبوعين يقودها البرلماني أحمد طنطاوي لبناء جبهة وطنية واسعة لتأخذ شكل تحالف سياسي وانتخابي كما قال، لإنقاذ المسار السياسي وتصحيح الأوضاع القائمة بمصر. حتى هذه التحركات لا تعد خطرا على النظام مهندس خالد؟ حضرتك يعني شوف حضرتك النماذج دي اساسا نزل لهم كام في الانتخابات في البرلمان؟ النماذج دي لما بتمثل تيارات تثبت ايه في الانتخابات الحقيقيه؟ ماذا تملك من قوه على الارض؟ فانا قلت كذا مره لا هم ولا غيرهم عشان يعني ما بس انا بقول بالذات يعني هذه النماذج، الناس دي كانت عاوزه ان هي يعني عارف حضرتك تستخلص جزء
من التيار السياسي لا يمثل اكثر من 7-8%، ويحاولوا يعملوا بيه شكل سياسي يعني معارض. حتى الـ7-8% دول السيسي لن يسمح فيهم، عشان السيسي ماشي على سيناريو كوريا الشماليه. في ناس هيقولوا لا والله ده بيلمعهم وكده، ولا بيلمع ولا بينيل، هو الراجل بيدوس بجزمته على اي حد. وطبعا احنا مستمرين، الناس لسه بتقول لك احنا تحالف 30 يونيو. يعني الناس لحد اللحظه اللي انا بحرك بتكلم فيها دي لا تخجل ان هي تقول ان احنا تحالف 30 يونيو. فهو مفروض ان احنا انا بطلب من الناس يا جماعه ما تزوروش الشماته، فمش عارف نعملها ازاي. يعني مش عارف والله بجد، يعني نقول للناس ايه؟ الواحد بيبقى متضايق على اعتقالات وفي النهايه خالص. لكن عموما يعني رايي عشان ما اخرجش بره الموضوع، لا مفيش حد حاليا بكل اسف بيمثل خطوره على نظام اسرائيل الحاكم في مصر وقوه الجيش والشرطه والقضاء. ابقى معي مهندس سيد، سأعود اليك مره اخرى. مشاهدينا ارحب بضيف الاستاذ محمد مجدي المحلل السياسي المصري معنا عبر الهاتف. استاذ مجدي اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا. في اي اطار ترى هذه الحمله، حمله الاعتقالات التي شملت عدد من المحامين والصحفيين وعدد من ربما الرموز يعني كقيادات في معارضه داخل مصر او في البرلمان، تحالف 25-30 كما يطلق عليه، في اي اطار ترى هذه الحمله استاذ مجدي؟ والله دي رسالة واضحة من النظام انه لم يسمح حتى بمعارضة شكلية. يعني هم المجموعة دي كانت بتحاول تعمل تشكيل اسمه الامل، معارضة داخل النظام، معارضة سلمية، يعني ليست تنتمي لجماعة الاخوان. كان عندهم تفكير ان من الممكن معارضة دكتاتور عسكري او ممكن ممارسة السياسة تحت ظل الحكم الدكتاتوري. نعم. الحقيقه طبعا دي غلطه كبيره منهم، يعني لكن في غلطه من النظام. النظام المفروض كان يرعى المعارضه دي اللي هي هتبقى معارضه شكليه، وكانت هتفيد شكل النظام وكانت هتحسن شكله، هتديله شكل ديمقراطي ان في معارضه سياسيه داخل مصر. لكن الحقيقه غباء النظام يعني خلاه حتى يقبض على هذه المجموعه التي تعارض معارضه سلميه، واللي بتعارض في مجال سياسي، يعني مجال سياسي ليس للمعارضه صوت وليس من المسموح انتقاد عبد الفتاح السيسي على الاطلاق. فهنا النظام اثبت ان خصومته مش مع الاخوان، ان خصومته مع المصريين كلهم، ان عبد الفتاح السيسي مجرد دكتاتور دموي لا يقبل حتى المعارضه السلميه، ويبقى الطريق الوحيد للتخلص من هذا النظام هو الثوره الشامله من الشعب المصري. فكرة التفرقة بين المعارضة السلمية وغير السلمية، ماذا تقصد بهذا التصنيف سيد مجدي؟ هل تقصد بأن هناك معارضة غير سلمية أو معارضة بعنف مع النظام؟ لا، دي معارضة كانت مشاركة. يعني على سبيل المثال هم دلوقتي في دعوة بتحاول تسقط العدوية عن النائب أحمد طنطاوي. أنا معارضة مستأنسة تماما، لا تطالب بالثورة على الإطلاق وليست ثورية على الإطلاق. معارضة مستأنسة بتؤمن ان فعلا بالامكان ان يكون في تغيير سياسي في ظل حتى تغيير الدستور اللي ادى سلطات الهيه لعبد الفتاح السيسي في مصر. فهي معارضه مستانسه جدا، يعني عايزين يشاركوا في العمليه السياسيه اللي هي بتدي المزيد من الشرعيه لهذا النظام المجرم. هي مجموعه حالمه يعني، ودلوقتي زي ما شفنا لسه اخر الاخبار ان هم بيحاولوا يسقطوا العضويه عن النائب احمد طنطاوي اللي كان بيطالب الناس ان هم ينزلوا ويشاركوا في التعديلات الدستوريه، وكلنا شفنا التزوير العلني اللي حصل في التعديلات الدستوريه اللي احنا كنا دايما بنطالب بالمقاطعه التامه لهذا، يعني لكل الهزيات اللي بيقوم بها النظام. يعني كيف رايت ايضا ما نشرته وزاره الداخليه في بيانها؟ قالت انها استهدفت 19 شركه وكيانا اقتصاديا تدير بعض القيادات الاخوانيه بطرق سرية، وحيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين في هذا الكيان وعلى أصيم زياد العليمي. رفض هذه الشخصيات اليسارية والليبرالية بجماعة الإخوان المسلمين وتوجيه نفس التهمة التي لطالما وجهها النظام على مدار سنوات سابقة.
هو يعني النظام بيحاول يكرر نفسه. التركيز الإعلامي أو التشويه الإعلامي للنظام الإعلامي لعبد الفتاح السيسي هو الإخوان هم إرهابيين، هو بالتالي بيلصق تهمة الإخوان بأي معارض حتى لو كان يساري حتى لو كان ليبرالي لإلصاق تهمة الإرهاب بيه. هو ده السبب الأساسي باتهام ناس معروفين بليبراليتهم ومعروفين حتى بمعارضتهم حتى بالإخوان. كل هذه التهم الهزلية يعني طبعا لا يمكن أن يصدقها عقل، وإحنا شفنا رد فعل الشعب المصري ورد فعل على السوشيال ميديا، لن أحد يصدق رواية السلطة، رواية فاشلة إلى أقصى درجة لم يصدقها أحد. سأعود إليك أستاذ مجدي، يبقى معي أعود مرة أخرى للمهندس خالد السرتي. مهندس السرتي، بيان الداخلية أضاف بأنه تمكن قطاع الأمن الوطني كما قال من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الموالين لهم ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى خطة الأمل، التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو. يعني هناك اتهام حتى بتاريخ بأنه هؤلاء يحاولون إسقاط الدولة وإسقاط مؤسسات الدولة تزامنا مع احتفالات 30 يونيو. يعني كيف يمكن فهم هذه الجزئية من بيان وزارة الداخلية؟ بيانات هزلية، ويعلموا تماما ان هي هزلية. كلمة اسقاط الدولة دي كلمة يعني تصنف من قبيل الشعارات السياسية، مفيش حاجة اسمها في ممارسات قضية ومع اساس. وانت تسقط الدولة، الناس بتسقط الدولة ازاي؟ يعني ايه اللي يسقط الدولة؟ يعني يشتروا مثلا حاجات يحطوها مثلا تحت الاساسات بتاعت الاستثمار او ايه؟ المبدأ اللي بيتكلموا عليه ده طبعا يعني ما نقدرش نلومهم عليه، عشان هم طبعا 50% كلهم اقصى حد 50%، فبيتكلموا على 250 مليون جنيه، يعني تقريبا 12 مليون دولار. فلو مصر في نفسها تصاب 12 مليون دولار، دي عم ابتدى ما بيجيش فستان بتجيبه واحد تشتريه لمغنيه دلوقتي يكون عاوز تقضي معاها اسبوع. فهو ده عقلكم يعني جهاز في كبير استراتيجي بتاعه حمد الشيخ. مخابرات استغرت 40 سنه تعدي الناس لحد ما جالها انصاب الصهيوني ضربهم كلهم بالجزمه، ودلوقتي بيتسلط على راس الحكم. فخصص كلهم من اللي بيوجهوا للكسرانيين تهمه انتماء لجماعه الحكميه، ولا يعنيكم ان الناس بتفرقوا خالص. هم ماسكين بالسلاح بقوه السلاح وضعفنا وتفرقنا وصواب الكثير من قيادات معارضة مع المخابرات الحربية بشكل واضح أو بشكل غير. وصلت هذه الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد السرتي المحلل السياسي المصري، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود إليك مرة أخرى أستاذ مجدي، فيما يتعلق بمن ربط هذه الحملة، حملة الاعتقالات، بالاجتماع الذي جمع بين السيسي وزير المالية ووزير الداخلية فيما يتعلق بالتمهيد لرفع أسعار الوقود. هل ترى بأنه ربما هناك تخوف حقيقي من قبل النظام من أي ثورة قادمة أو من أي تحرك حتى لو معارض ربما يمهد لثورة قادمة؟ أعتقد أن الاحتمال ده احتمال وارد جدا، خصوصا بعد رصد لحالة الغضب الشعب الشديدة جدا بعد اغتيال الرئيس محمد مرسي بالشكل البشع اللي احنا شفناه، والحقيقة وظلم وظلم شديد جدا ومنعه حتى من أبسط حقوقه في العلاج. ففي تم رصد الحقيقة، المراكز البحثية اللي بترصد ردود الأفعال رصدت الحقيقة حالة غضب شديدة جدا في الشعب المصري، ومش في الشعب المصري بس، وشوفنا كمان في الشعوب العربية، شفنا في الجزائر وشفنا في المغرب وشفنا كتير. فبالتأكيد هم عندهم تخوف حقيقي من انفجار الموقف، خصوصا يعني في حالة الغدر فيه، وكمان زيادة أسعار الوقود، وقبلها زيادة أسعار تذاكر المترو الأنفاق. فبالتأكيد في غضب شعبي، بالتأكيد ممكن يحصل ثورة في أي وقت. أعتقد أن هم فعلا عندهم التخوف.
وسط هذه الفكرة شكرا شكرا جزيلا أيضا أستاذ محمد مجدي المحلل السياسي المصري، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. إذا مشاهدينا الكرام ربما أستكمل معكم ما كشفه مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن عندما تحدث عن حملة الاعتقالات التي شملت عددا من الحقوقيين والمحامين والصحفيين. قال حسن بهي الدين حسن أنه خلال الأسابيع الماضية استدعى الأمن الوطني عناصر قيادية في تحالف الأمل وحذرهم من المواصلة أو الاتصال مع المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البردعي وهددهم بالاعتقال وآخرين، رغم أن الهدف الرئيس للتحالف هو الإعداد للانتخابات البرلمانية بعد نحو عام. وعن خبر اعتقال مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي تساءل حسن هل هو تمهيد لرفع الحصانة عن أحمد طنطاوي؟ هذا كان تساؤل من بهي الدين حسن، ولكن هناك أخبار تتحدث مشاهدينا الكرام قبل قليل عن مطالبات برفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي الذي كان له موقف معارض من داخل مصر للنظام المصري، وهو كان دعا في الاستفتاء على الدستور لنزول الناس، دعا الناس للنزول والتصويت بلا على الدستور. كانت هذه ربما بعض الكلمات من بهي الدين حسن فيما يتعلق بهذه الحملة الأمنية الموسعة التي شملت كما قلنا محامين وحقوقيين وصحفيين. معنا أيضا مشاهدين الكرام بعض التغريدات تعاطيا مع هذا الموقف أو مع هذه الحملة الأمنية. معنا أول تغريدة لخالد علي يقول بعد القبض على هشام فؤاد وزياد العليمي وقوات الشرطة تلقي القبض على حسام مؤنس منذ قليل. إذا كان يحكي فكرة القبض، كان هذا الأمر طبعا فجرا الساعة الخامسة فجرا أو ربما قبل الخامسة أو السادسة فجرا في هذه الحدود. الشيخ خلفاوي يقول افتح القوس يا ابني واكتب الحرية لزياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس. واضح كده ان علشان صفقة القرن تكمل مكتوب علينا يموت نصنا والنص التاني يتسجن. البلد دي بقت قاسية جدا على أصحابها، تذل ابنها إكراما لعدوها، تفديها بروحك بالنهار عشان تدفن بكرامة، تلاقيها طلبت بأعضاء جسمك. معنا التغريدة اللي بعد كده لي وائل غيث يقول عمر ما في أمة تقدمت بالاعتقالات والسجون لشبابها المحترم. النهاردة للأسف الدور كان على زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد. حاتم يقول حملة اعتقالات سياسية مفاجئة فجر الثلاثاء شملت نشطاء محسوبين على ثورة يناير وأغلبهم من التيار اليساري. قامت قوات أمن بثياب مدنية باختطاف المحامي زياد العليمي من المعادي واقتادته إلى مكان غير معلوم، كما تم القبض على عدد من الصحفيين منهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين. إذن كانت هذه مشاهدينا الكرام التغريدات حول الحملة الأمنية الموسعة التي الآن لم يأمن منها لا إخوان ولا غير إخوان، لا يساري لا علماني لا إبراري، الكل يذوق من نفس الكأس مع الأسف. حتى هؤلاء مجموعة معروفين انتمائهم السياسي من ليبراليين وعلمانيين، يعني الانتماء السياسي واضح جدا ليسوا إخوان يعني في النهاية، ولكن الاتهامات بأنهم يتعاونون مع الإخوان في الخارج كما ذكرنا قبل قليل وكما أشرنا إلى بيان وزارة الداخلية. إذن هو يعني الصمت لابد أن يسود في مصر في ظل هذه المرحلة التي تعد كابوسا على نفوس الشعب المصري كله. هو الشعب المصري كله بجميع أطيافه بجميع انتماءاته يدفع ثمن ما حدث في مصر في 2013 من انقلاب
عسكري، حتى من وقف إلى جانب النظام في بداية الأمر وحتى من قاموا بتحركات 30 يونيو التي يسمونها ثورة، ثورة اليوم الواحد، يعني هؤلاء حتى الآن يدفعون هذا الثمن، يخونون، إما هم في الخارج يخونون أو في الداخل أيضا يعتقلون. لابد أن تتماهى مع النظام بشكل كامل كي تكون في أمان، أو تصمت وتسكت أو تطبل، يعني بهكذا يعني تصرفات يمكن أن تنجو فقط. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى صفقة القرن لبيع القضية الفلسطينية في المزاد العلني. السلام كما يقولون من وجهة نظرهم، أي الرضا بوجود الكيان الصهيوني وعدم مواجهة الكيان الصهيوني، أي التسليم والتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل حفنة من الأموال تقدر ب50 مليار دولار على دول عدة: فلسطين، مصر، الأردن، لبنان. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نفصل في هذا الأمر، ابقوا معنا. ثانية جاية أعداد كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشرق كده في الاتجاه برضه، وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ الشتات وأكبر معوق لحركة وأكبر معوق لحركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من مباشر مصر. افتتح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورشة السلام من أجل الازدهار، والتي تعد أولى خطوات صفقة القرن والمقامة بالبحرين. قال كوشنر في كلمته الافتتاحية أن رؤية الازدهار من أجل السلام هي جزء من رؤية لتحقيق السلام، ونريد السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين، يقصد المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة. والحل في المنطقة يجب أن يشمل احترام الشعب الفلسطيني وكرامته كما قال. أضاف العديد من المؤتمرات عقدت لحل النزاع في الشرق الأوسط دون نتائج، مؤكدا أن الخطة الشاملة التي تم إعدادها ساهم فيها خبراء من كافة أنحاء العالم. وأوضح أن المواجهات والاضطرابات أدت لهروب الاستثمارات من المنطقة، والورشة التي نعقدها هنا للفلسطينيين، ويمكن تحقيق السلام فقط بتحقيق الرخاء للشعوب. مشاهدينا الكرام، للمزيد يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد نبيل شبيب المفكر السوري. سيد شبيب، مرحبا بك معنا. أهلا بكم أخي الكريم. أهلا بك سيد شبيب. في البداية، كيف تنظر لهذه الورشة التي عقدت اليوم، أو كانت الافتتاحية لها اليوم وسيكملون فيها حتى الغد، ورشة البحرين المسمى بالسلام من أجل الازدهار لحل القضية الفلسطينية؟ يعني الواقع أولا هي بداية ضعيفة جدا من أجل مشروع التصفية الذي بدأ منذ استلم ترامب، واقع قبل أن يستلم ترامب، حتى قضية مثلا الإعلان أن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني، الواقع هذا كان مطروح في أمريكا منذ فترة طويلة. يعني كل الصفقة الواقع هي عبارة عن من أجل لا أكثر ولا أقل تصفية قضية فلسطين بشكل نهائي على حساب الفلسطينيين بطبيعة الحال، وعلى حساب بقية الواقع الشعوب العربية والدول العربية والإسلامية في المنطقة، ليس فقط القريبة حتى البعيدة أيضا. فهذا الأمر الواقع بهذه الصيغة يتحدثون عن ذلك كما لو أن الفلسطينيين
الواقع يحتاجون إلى الفلوس، إلى المال من أجل أن يبيعوا وطنهم. يعني طرح نفسه الواقع الذي بدأ في البحرين طرح يعني مناتي لكل المشاعر الإنسانية، فضلا عن الحقوق التاريخية والحقوق القانونية الدولية في فلسطين منذ بدأت القضية حتى اليوم. الفلسطيني ليس في حاجة إلى المال من أجل بيع بلده، ليس ما منعه من قبول صفقات سابقة، ما منعه من قبول حلول جائرة سابقة هو عدم عدالتها وليس نقص في المال أو نقص في الرخاء كما يقولون. والآن الواقع الوضع الفلسطيني الاقتصادي المعيشي المتأزم صنعا من جانب الصهاينة ومن جانب الأمريكيين قبل أن يأتوا إلى البحرين الآن بهذه المسرحية الهزلية. الواقع قبل أن يأتوا إلى البحرين هم الذين كانوا يحاصرون ويمنعون، بما في ذلك حتى أونروا يعني إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، فهم يحاولون الضغوط على الشعوب من أجل شراء أوطانها. هذا الواقع غير وارد على الإطلاق. عندما نتحدث عن صفقة القرن وربما الشق الاقتصادي منه ورشة البحرين والشق السياسي ربما يأتي لاحقا أو ربما حتى يناقش، ولكن ورشة البحرين هي ورشة اقتصادية كما أعلن عنها، ولكن من خلال بعض التسريبات عن الصفقة السياسية ومن خلال ربما بعض المعلومات التي سبقت ورشة البحرين، ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الصفقة حسب رؤيتك لها من البداية سيد شبي؟ يعني إذا كان هناك شق سياسي في الواقع من الغباء الذي مارسه ترامب وأعوانه في هذه القضية، أنهم كشفوا مسبقا عما يريدون عندما يعلن قضية القدس، عندما يعلن عن قضية المستوطنات، عندما يعلن حتى عن قضية الجولان، واضح من هذه الأمور بأنه يريد أن يبيع فلسطين كلها. ما بقي من فلسطين هو لم يبقى الواقع من فلسطين خارج نطاق المستوطنات إلا جزء بسيط للغاية، هذا الجزء أيضا يريد أن يبيعه. ما الذي بقي؟ الواقع في المفاوضات على ما سماها صائد عريقات المفاوضات الحياة ومضت واستمروا فيها ربع قرن كامل منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن، كان الحديث الواقع عن بعض البقايا التي كانت في الضفة الغربية. الآن كل ما سمي المواضيع الأساسية التي يمكن أن تفاوض في النهاية أعطي فيها أمر واقع من جانب الأمريكيين، علما بأنهم هم لا يصنعون كل شيء في العالم. يعني قضية أمر واقع هذه نحن نستخدمها للأسف مجازا كما هم يستخدمونها تجاهنا. يصنعون أمرا واقعا على صعيد جميع القضايا، القدس، عودة المشردين عن أوطانها منذ 1942 حتى اليوم، المستوطنات، إلى يعني كل شيء على الإطلاق. فما الذي بقي سياسيا؟ ما الذي يراد أن يعطى الفلسطينيين؟ علما بأنه حتى قبل ورشة ما سمي ورشة البحرين مباشرة يقوم بولتون بجولة أيضا في المنطقة، يقول له نتنياهو أن هذه المنطقة اللي هي غور الأردن ضرورية جدا من أجل الدفاع عن أنفسنا. الواقع حتى هذه المنطقة التي كانت من الضفة الغربية ضمن حدود 1969 كما يسمونها، الواقع أيضا لا يريدون الخروج منها. مسألة تجريد الفلسطينيين من كل سلاح، يعني كل هذه الأمور الواقع أن نتحدث عنها عن أنها صفقة تجارية، حتى بمستوى الصفقة التجارية هي أدنى من ذلك بكثير، هي عبارة عن محاولة لفرض الواقع بالقوة، لفرض أوضاع جديدة بالقوة كما صنعوا من قبل عام 1917 وحتى الآن. لا. يعني من قبل وعد بلفور عن طريق البريطانيين حتى الآن لا يستخدمون إلا القوة الغاشمة من أجل فرض حدود جديدة وأرض جديدة في المنطقة. وهذا ليس فقط، مرة أخرى أريد أن أؤكد، ليس فقط تجاه الفلسطينيين، هذا تجاه سائر شعوب المنطقة. للأسف أنها الآن يوجد فيها أنظمة كما وجدت خلال الفترات الماضية، ومن خلال جهود مكثفة بما في ذلك الجهود الصهيونية والأمريكية توجد فيها أنظمة على استعداد للتسليم من أجل مجرد البقاء كالعبيد وراء هذه السياسات. بالتالي الواقع هذا الأمر لا يحتاج أصلا إلى محاولة وزنه، لا بالعلاقات الدولية ولا بالمواثيق الدولية ولا بمقاييس السياسة المنطقية، لا يوجد له أي وزن إلا نوع قوة الغاب أو شرعة الغاب التي يراد فرضها في المنطقة. طيب هنا وهي مفروضة دوليا على نطاق واسع. نعم، هنا السؤال ربما عن هذا المبلغ الذي تحدث عنه جاريد كوشنر
هو 50 مليار دولار ليس للفلسطينيين وحدهم، وإنما للفلسطينيين ولمصر وللأردن وللبنان. ماذا عن هذا الرقم؟ يعني كيف ينظر الساسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما دعنا نتحدث عن جاريد كوشنر ودونالد ترامب، لربما هذه المنطقة فلسطين وطوق ودول الطوق لفلسطين؟ يعني حتى هذا الرقم الواقع هو غير الرقم الذي سرب قبيل الاجتماع عندما تحدثوا عن 60 مليار، يعني حتى في هذه الحالة يساومون إلى أبعد الحدود، هم يحاولون أن يدفعوا ثمنا زهيدا والمال نفسه يأخذونه من الدول الأخرى، الواقع ما أخذوا من السعودية وحدها خلال الفترة القصيرة الماضية على الأقل الواقع أكثر من أضعاف هذا المبلغ، بالتالي الواقع هذا الشيء يعني مخزي إلى أبعد الحدود، علما بأن المنطقة الواقع إذا خرجت منها المؤثرات أو الضغوط أو التبعيات الخارجية للجانب الأمريكي وللجانب الصهيوني وجزئيا للجانب الأوروبي تستطيع أن تقف على قدميها من جديد دون مساعدة خارجية ودون دعم مالي خارجي، ولكن السياسات الموجودة حاليا هي التي تحول دون ذلك. بلد واحد كالسودان في جامعة الدول العربية الذي الآن يواجه من أجل ألا تتحرر إرادة الشعب فيه، بلد واحد في جامعة الدول العربية في أدراجها توجد مشاريع منذ أكثر من ربع قرن حول أنه يكفي إذا تمت السياسة بشكل سليم زراعيا أن يغطي كل احتياجات المنطقة العربية، يعني أكثر من 20-21 دولة. بالتالي الواقع هذا كلام ليس فقط مخزي، من المؤسف أن يوجد هناك في مرشة البحرين أو سواها أناس يعتبرون أنفسهم سياسيين، يعتبرون أنفسهم رجال أعمال من العرب ومن المسلمين يتحدثون عن هذا الأمر كما لو أنه طبيعي، مع أنه هو نوع من صفعة بعد صفعة على وجوههم واحدة بعد الآخر. بيعوا بلادكم من أجل بضع المليارات، علما بهذه المليارات أنها مسروقة من جيوب السعوديين ومن جنوب الإماراتيين ومن جيوب الشعوب الأخرى التي لا تزال تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها دولة، هي ليست دولة الواقع، هي الدولة المارقة، هي التي استخدمت القنابل النووية لأول مرة في العالم ولآخر مرة بالنسبة إلى الآن، هي التي قامت في فيتنام، قامت في أفغانستان، قامت في بلدان عديدة بجرائم حربية ليس لها أول وليس لها آخر، ضحاياها الواقع من داخل ومن الخارج، يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها تفوق ضحايا كل ما يسمونه الإرهاب عن طريق المنظمات الدولية. يعني دولة مارقة الواقع الآن تتمتع بقوة عسكرية أضخم من سواها فتريد أن تفرض ما تشاء، وهي غير قادرة على ذلك عندما سلكت بنفسها سبل المواجهة في أفغانستان والعراق، لم يتحقق الهدف البعيد سوى الدمار، سوى ما يسمى الفوضى الخلاقة أو بالأحرى الفوضى الهدامة في بلادنا. فهي قادرة على التدمير ولكنها ليست قادرة على البناء، قادرة على أن تستخدم السلاح الفتاك ضد الشعوب وضد الأبرياء، ولكنها غير قادرة لا أن تستخدم المال ولا غير المال من إنقاذ الشعوب والأرواح ورفع مستوى معيشة البشر. بالتالي الواقع التعامل معها كما لو أنها تقدم شيئا، هذا هو العار الكبير الذي سيبقى وصمة عار لوجه هذه الأنظمة، رغم أنها سعت للخروج من هذه الورطة، أنها تطيع أمريكا فيما تريد سواء سيء أو حسب بأنها خفضت مستوى تمثيلها، ولكن قضية ليست في مستوى التمثيل وإنما بأصل التمثيل وبأصل الوجود في مثل هذه المؤتمرات ليست مشبوهة وإنما مؤتمرات الخيانة إلى حد بعيد. يعني ترى سيد شبيب أنه لا فرق بين أن يمثل كل دولة حضرت ورشة البحرين نائب وزير مالية أو رئيس جمهورية، يستويان من وجهة نظرك؟ يعني الواقع لا شك بأنهم حاولوا على الأقل، لأنهم وجدوا بأن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل وجودهم أقل من يعني أقل من أن يستطيعوا الحديث عنه حتى في إعلانهم التابع لهم 100%، يعني مجرد الحديث عن ذلك في الإعلان أصبح صارخا، يعني الواقع تعاملهم معاملة مذلة إلى أبعد الحدود. هي أعلنت عن المؤتمر وعن من سيحضره قبل أن تأتي أجوبة الموافقة، ثم مارست الضغوط يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع حتى اضطر الجميع إلى القول نعم سنحضر، مع ذلك ما الذي بقي لهم من استقلالهم؟ كيف يريدون أن يقيموا أمرا؟ كيف يريدون أن يحصلوا على أي ثمن سياسي إذا قلنا ثمن في صفقة تجارية؟
أي ثمن سياسي يستطيعون، إذا كانوا لم يستطيعوا أن يحافظوا حتى على المظاهر الأساسية في التعامل السياسي، ألا يكون موضع الإهانة، ألا يكون موضع المذلة، ألا تستعرض تبعيتهم للولايات المتحدة الأمريكية أو للصهاينة أو لسواهم، الواقع استعراضا عالميا أمام يا أخي. الآن في الوقت الحاضر لم تعد توجد منطقة في العالم أو بلد في العالم إلا ويتمرد على هذا الوضع الأمريكي الجائر القائم منذ الحرب العالمية الثانية. حتى حلفاء الأمريكيين لم يعودوا يقبلوا بأن يسيروا وراءهم دون يعني دون أن يفكروا سياسيا، دون أن يحفظوا لأنفسهم كرامة وأهدافا عزيزة. الأوروبيين أنفسهم في غرب أوروبا الواقع يرفضون المسيرة الأمريكية ويقاومونها قدر استطاعتهم. الدول ما يسمى الدول الناهضة بدءا بالدول ببعض الدول الإسلامية مثل تركيا، انتهاء بالواقع الدول مثل الصين وروسيا كما يسمونها الآن دول ناهضة، الواقع تقاوم في جنوب شرق آسيا، في حتى في إفريقيا تقاوم هذه الواقع الشرعة الغاب التي تحاول أمريكا أن تفرضها بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم ومن خلال المنظمات الدولية وخارج نطاقها. وبالتالي لم يبقى إلا هذه البلاد العربية التي أعطاها الله عز وجل المال وأعطاها الإمكانات وأعطاها الأراضي الزراعية وأعطاها المواقع الجغرافية وأعطاها القدرة على أن تتوحد فيما بينها لأنها تملك كل المقومات، وبدلا من ذلك من أجل الحفاظ على بعض الكراسي الرقيقة الواقع إلى أبعد الحدود ومن أجل الحفاظ على هذا الوضع الذليل تقدم كل ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. ولا فرق هنا بين ترامب ومن سبقوه، فكلهم كان يأتي بجزء من الأجزاء من هذه السياسة المتراكمة بعضها فوق بعض. سيد شبيب، من وجهة نظرك على ما يراهن الجانب الأمريكي في إتمام هذه الصفقة أو ربما هذه الورشة التي تسبق الصفقة الكبرى رغم هذا الرفض الفلسطيني، سواء حتى على المستوى الرسمي أو طبعا بالأصل المستوى الشعبي المعروف للشعب الفلسطيني الذي لا يرضى ولا يمكن أن يقبل ذلك؟ الواقع يراهن على مسألة الشعوب. نحن نعلم عندما قامت الانتفاضة الفلسطينية الأولى على سبيل المثال كانت هناك مظاهرات بالملايين في معظم بلادنا، كذلك هذا تكرر أيضا في حرب احتلال العراق، وتابعت ذلك شعوب الأرض، يعني شعوب الأرض في الدول الغربية نفسها كانت هناك مظاهرات كما يسمونها مليونية من أجل نصرة الحق الفلسطيني. حتى في حدوده الدنيا كان هناك الواقع نصرة خارجية. فهو يراهن الآن على محاولة قهر الشعوب بعد كل ما جرى منذ 8 سنوات حتى الآن في بلد بعد بلد مثل سوريا، مثل مصر، مصر انقلاب، في سوريا الواقع البطش الخارجي والداخلي، في ليبيا التدخل المباشر ثم محاولة تقسيم البلد، في كل بلادنا الواقع الآن هذه السياسة أظهروا للشعوب بأنه لا يوجد من يمكن أن ينصرها إذ لم تنصر نفسها. فهم يراهنون على أن هذه الشعوب قد بلغت الحد الأقصى فلن تستطيع أن تقوم لا ضد أنظمتها ولا ضد السياسات الأجنبية التي تفرض من خارج عليها. أما لا أعتقد أن هذا الواقع رهان كاسب أو رهان يعني إنه رهان خاسر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة، لأنهم يراكمون الشعوب التي قامت بالثورات عام 2011 قامت من تحت الأنقاض بعد جهود استمرت حول جيلين من أجل إضعاف هذه الشعوب على كل مستوى من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والقيمية والأمنية، ورغم ذلك قام الآن يراكمون ضغوطا أكبر، وأعتقد بأن الأمر سيؤدي إلى انفجار أكبر بشكل من الأشكال، ليس من الضروري نسخة أخرى عن الثورات التي قامت، ولكن بشكل من الأشكال سيقترون الرهان أمام إرادة الشعوب. والشعوب الواقع لا تفرق بين فلسطيني وسوري ومصري بأن يكون هناك بيع لأرض من سيناء مقابل شراء أرض من فلسطين إلى آخره. هذه الواقع الأمور أمور يعني في وعي الشعوب الداخل الواقع لا فرق بين فلسطيني وسوري ومصري وسعودي وأردني إلى آخره. وبالتالي الواقع هذه الإرادة الشعبية أعتقد بأنها ستصنع المعجزات في نظر بما يسمى المعجزات التاريخية في نظر هؤلاء الذين يظنون بأن أمريكا قادرة على صنع كل شيء. منذ هزيمة أمريكا
أقول في الحرب العالمية الثانية الهزيمة الحضارية التي بنيت بها أمريكا هي أصبحت لديها تقنيات ولكن لم تعد لديها قيم، أصبحت لديها قيم. أقول هذا الحديث عن الذين يسيطرون على الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية ليس عن الشعوب بشكل نعم. عام نعم. وهزمت في أفغانستان، هزمت في الواقع العراق، هزمت من قبل في فيتنام. هذه الهزائم المتتالية أصبحت أمريكا الواقع دولة من المستوى الثاني أو الثالث حتى على المستوى الاقتصادي والمالي، لم تعد قادرة على الحفاظ على قيادتها للعالم، وبالتالي تحاول الآن فرض أمورها بالقوة المباشرة، القوة الواقع الفاجعة التي تستخدمها في كل مكان، ولا أعتقد أن هذا ستنجح به. الفلسطينيون يحتاجون إلى وحدة الكلمة ووحدة الصفوف ووحدة الهدف ووحدة الإرادة حتى يستطيعوا أن يواجهوا ما يراد أن يفرض عليهم وعلى إخوانهم خارج نطاق فلسطين. ربما على مستوى ما من المستويات الآن ربما هناك في يوجد إجماع من قبل الفلسطينيين على المستوى الرسمي، على مستوى الأحزاب والفصائل المقاومة، على المستوى الشعبي على رفض هذه الصفقة، حتى وإن كان في بعضها على مستوى التصريحات فقط، ولكن الآن هناك رفض إجمالا، رفض فلسطيني لهذه الصفقة. هل هذا الرفض ربما يكفي لإفشال هذه الصفقة بما أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وصاحب هذه القضية الأول؟ سيد يا أخي أنا قدمتني باسم مفكر سوري، أنا ولدت في عكا في عام 1947، لا يفرق العربي والمسلم بين بلد وبلد، وعندما ولدت في عكا لم يكن هناك حدود تفصل بين السوري والفلسطيني والمصري إلى آخره. هل تظن أن شعب مصر إذا أعطيت له حريته، مو أعطيت له إذا تمكن من انتزاعها وهو على هذا الطريق بإذن الله، سيقبل بأن يهجر شعب فلسطين إلى جزء من سيناء، وأن يقبل بأن يكون هناك مشردون آخرون من فلسطين تحت عنوان صفة القرن؟ هل يقبل شعب سوريا وهو في الوقت الحاضر عندما تكون تقع بعض الأحداث نجد أن المظاهرات التي تحدث فيما يسمى المحرر، يعني المناطق التي لا يسيطر عليها النظام ولا تسيطر عليها الطائرات الروسية، الواقع هل تظن بأنهم يقبلون؟ هم يقبلون لا يقبلون يا سيد شبيب، ولكن هذه الشعوب مقهورة بسبب هذا القمع المتواصل وهذا البطش من قبل هذه الأنظمة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم إلا من تحت القهر. الشعوب أخي تقوم في مثل هذه الظروف التي نحن فيها. الدول الكبرى التي قامت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا خلال القرون الماضية قامت من تحت الأنقاض. فرنسا قامت من أنقاض ما يسمى الثورة الفرنسية التي استمرت 9 سنوات متتالية، ثم بقيت الواقع الإمبراطورية في عهد نابليون بونابرت. الولايات المتحدة الأمريكية وقفت على قدميها بعد حرب الاستقلال. أوروبا كلها الواقع خرجت من الحروب فبنت نفسها، وعندما كانت في تلك اللحظة والإسرائيليين أنفسهم الصهاينة الإسرائيليين الواقع الذين تحركوا وقال هيرسل في مؤتمره بعد 50 سنة ستقوم الدولة، وعند في تلك الفترة كان ملاحقا هو ومنظمته واليهود في كل مكان إلا في منطقتنا العربية والإسلامية كانوا يلاحقون، فقاموا من تحت الأنقاض. الذي يريد أن يبني المستقبل يجب أن يعمل، والعمل يمكن أن يبدأ في ظروف مثل ظروفنا، وعندما تتلاقى الإرادات وتتلاقى الكفاءات مع بعضها البعض نستطيع أن نحقق معجزات تاريخية بمعنى التحول الحضاري الذي نسوق إليه والذي بدونه لا نستطيع أن ندافع عن قضايانا. صحيح أن الشعوب تحت القهر في الوقت الحاضر، ولكن من داخل القهر تولد الحياة من جديد. هذا ليس كلام شعر، إنما هذا كلام من يدرس التاريخ يرى أن هذا الذي حصل طوال فترات التاريخ الماضية ليس فقط مع الشعوب العربية والمسلمية وإنما مع الشعوب الأخرى أيضا، فلماذا لا يحصل معنا أيضا؟ حتى عندما قام المسلمون قاموا من تحت القهر، يعني الحضارة الإسلامية قامت من تحت القهر، الحضارة الأوروبية قامت من تحت القهر. لا ننبغي نحن أن نتحدث عن القهر ولا نتحدث عن الإمكانات. الشباب الآن الذي قام بتلك الثورات من تحت الواقع الأمن القمع الذي كان قائما بدعم أمريكي وبدعم غربي عموما، الواقع قام من تحت القهر واستطاع أن يحدث تغيير، وهذا الوعي الذي نشأ الآن يمكن أن يتطور تدريجيا، يمكن أن يصل. عندما الواقع قامت الثورة الفرنسية قامت بأفكار عدد من المفكرين
الذين توفوا قبل اندلاع الثورة، يعني خلال جيل واحد تغيرت الأفكار وتغيرت الأوضاع وتغيرت وسائل التعامل مع العصر، ونحن أيضا نعول الواقع على جيل شبابنا الذي صنع الثورات وما زال يضحي ويتحرك حيث استطاع وسيتحرك من جديد. ولكن أؤكد مرة بعد أخرى، أهم شيء في هذا الأمر ألا نقول نحن عندنا قضية فلسطينية للفلسطينيين وقضية سورية للسوريين وقضية انقلاب وتحرر للمصريين، لا يا أخي، نحن عندنا قضية واحدة تتجلى في الأقطار المختلفة كل حسب أوضاع هذا القطر، ولكن في النهاية الواقع عندما نعمل لها قضية واحدة نستطيع أن نحقق الكثير، وأرجو أن يتحقق ذلك قريبا. وهنا السؤال عن الخيارات، لا أريد أن أقول الشعب الفلسطيني بمفرده سيد شبيب، ولكن ما هي خيارات هذه الشعوب لإفشال هذه الصفقات التي تصفي أو تقصد تصفية القضية الفلسطينية، وبأن يكون الاحتلال أمرا واقعا على هذه المنطقة، وأن يكون احتلال القدس أمرا واقعا على هذه المنطقة؟ يعني هناك شيء واقع يجب أن نعيه، يقال يتردد أنه لا تفكر في الصندوق. الصندوق الآن يصنعه سوانا، يصنعون صفقة القرن، يصنعون الواقع احتلال الضفة الغربية وغزة بعد احتلال الجزء الذي احتلوه 48-69 وحتى الآن، يحاولون تصفية القضايا العربية والإسلامية الواقع الثورات وتحليل إرادة الشعوب، ونحن نفكر كيف نستطيع أن نقدم مواجهة لهذا الأمر. عندما حرك، يعني هذا تاريخيا أيضا عند الجميع ولدينا أيضا، عندما حرك الشباب من خلال مظاهرات سلمية في أنحاء بلادنا العربية مسلسل الثورات التي الآن امتدت حتى إلى السودان والجزائر كما نعلم، لم يكونوا يسمعون من المفكر الفلاني أو المفكر الفلاني أو الإذاعة الفلانية أو التلفزيون الفلاني كيف يعملون. العمل الواقع يصنع نفسه من خلال الوعي، من خلال الكفاءات، من خلال القدرات، من خلال إبداع أشياء جديدة وطرق جديدة. عندما تحركوا الواقع تحركوا، متى خرجوا من المساجد، عندما تحركوا في الميادين تحركوا في ميدان التحرير والسواء في مصر، في تونس تحركوا بأسلوب معين، في ليبيا بأسلوب يعني الشعوب هي التي تبدع في هذا الأمور طريق جديد للتغيير. أيضا الواقع حتى على المستوى الفكري والمستوى، عندما تحرك من تحرك في أوروبا أيضا، لذلك أردت الواقع والتأكيد ليس فقط في بلادنا، تاريخيا هذا هو طريق التغيير، هو أن يبدع طريق من الشعوب بعض الإبداع في قضايا معينة كيف يعملون. الذين طرحوا أفكار التنوير في أوروبا لم يكونوا الواقع يستأذنون ما الذي يمكن أن نطرحه وما الذي لا يمكن أن يطرحه، لم يكونوا يتوجهون إلى الكنيسة وكانت هي التي تحكم حكما استبداديا، لم يكونوا يتوجهون إلى الكنيسة ويقولون كيف نتعامل معكم، ما هي الثغرات التي تتركونها لنا، ما هي القنوات التي يمكن أن نتحرك فيها. الذين يتحركون هم الذين يبدعون شيئا جديدا، وشبابنا الواقع أثبت أنه قادر على الإبداع مرة بعد مرة، ولكن لا نستعجل الأمور. التغييرات التاريخية تغييرات تصنعها أجيال متعاقبة، لكن يبدأ الواقع بسيط من الضوء لا ينبغي أن نطفئه ونقول هذا ضعيف لا يمكن التحرك. يعني الآن عندما نرى أن نسبة 1 في 1000 إذا لم تكن 1% أو أكثر من شبابنا بدأ الوعي، لا نقول يا أخي عندنا 99% جاهلين وغير قادرين، يمكن أن يتوسع نطاق هذا النسبة المئوية من خلال العمل التواصل الإعداد الذاتي، وهو جاري على قدم وساق في الوقت الحاضر، يجب أن نكسره ونشجعه وننميه، لا أن نهوم من شأنه وأن نقول وضعيف لا يمكن أن يحصل. نحن لا ينبغي أن نفكر بالصندوق الذي تصنعه أمريكا أو القوى الصهيونية العالمية أو سواها، وإنما أن نفكر بالتاريخ الذي صنعته الشعوب، وليس الواقع أصحاب القوة في تاريخ في يعني المتعاقبين في العالم. الشعوب هي التي كانت تصنع، وهي التي كانت تصنع قوتها التي تتحرك بها المسيرات الحضارية والتحولات الحضارية الكبرى في تاريخ البشرية. وربما داخل الصندوق ويحتاج إلى تطوير هي المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم. سيد شبيب، ما هو واجب هذه الشعوب تجاه المقاومة الفلسطينية؟
يعني أخي ذكرت المقاومة الفلسطينية، طيب قبل حوالي 6 سنوات أو 4 سنوات هل بقيت مقاومة فلسطينية؟ الواقع حاصروا غزة يعني حصارا قاتلا، الضفة الغربية كانت تحت حكم سلطة هي التي بدأت بأوسلو وجعلتها مفاوضات على مدى ربع قرن، يعني كان الوضع، من كان يفكر بالبالونات الحارقة التي فكرت فيها الشعوب وتحركت بها وأصبحت الواقع هاجسا كبيرا للإسرائيليين إلى درجة أنهم يحاولون التفاوض على يعني كيف يمنعوا البالونات. يعني الشعوب عندما تفكر وتبدع لا تسأل، لا يمكن أن نقول بأنه داخل الصندوق الفلسطيني سيكون الأمر حسب المسموح به. يعني إذا قلنا والله أنه سينعقد مؤتمر وسيفعلون كذا، إذا دعونا الآن، إذا قلنا يا أيها الفلسطينيون داخل فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية اجتمعوا مع بعضكم بعضا من خلال مؤتمر، يعني هذا واقع لا يمكن أن يحرك شيئا. الذي يحرك هو التواصل الدائم في الظروف الصعبة وفي الظروف الميسرة وبالوسائل المبدعة من أجل البحث عن طريق. من الذي يبحث عن الطريق؟ هل تعتقد بأن أحدا مثلي أمثالي كثير الواقع يجلسون وراء شاشة التلفزيون ويقدمون النصائح ويبدعون ماذا ستعمل الشعوب؟ الشعوب هي التي تبدع من داخلها، ثم تظهر القيادات من الداخل أيضا، القيادات التي عرفناها تاريخيا على مدى على تاريخ البشرية والآن أيضا في بلادنا. الواقع لم تظهر لأن فلان عينها أو لأن مؤتمر انعقد من أجلها. فإذا خرجنا من التفكير بالصندوق نخرج أيضا من التفكير بوسائل المبدعة، نجد أنفسنا أمام وسائل مبدعة تصنعها الحاجة إليها، تصنعها الحاجة إليها ويصنعها الواقع أحيانا الشباب لا نلتفت إليهم أو أناس يفكرون حاليا ويحاولون ولا نلتفت إليهم لأنهم ليسوا في الواجهة. وسط هذه الفكرة أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب السيد نبيل الشبيب المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام نرحب أيضا بضيفنا انضم إلينا عبر الهاتف سيد يحيى رباح القيادي في حركة فتح الفلسطينية. سيد رباح مرحبا بك معنا. سيد يحيى رباح معنا عبر الهاتف، مرحبا بك. ربما انقطع الاتصال مع سيد يحيى رباح القيادي في حركة فتح الفلسطينية. إذن مشاهدينا الكرام هذه الصفقة صفقة القرن، وورشة البحرين هو الشق الاقتصادي من هذه الصفقة الذي ربما بين شقين سياسيين ابتدأها ربما ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، ربما باعتبار سيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل، هذا كان شقا، وأيضا الآن هو الشق الاقتصادي، وربما هناك ليس ربما ولكن بالتأكيد هناك شق سياسي ربما يتبع هذا الشق الاقتصادي، هذا ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية وينفذه بعض الزعماء العرب، منهم المنفذ ومنهم الممول ومنهم الذي يلعب دور هنا ودور هناك ل تصفية القضية الفلسطينية والإبقاء على الكيان الصهيوني محتلا لأرض فلسطين ولمقدساتها والقضاء على هذه القضية العادلة التي لا تخص الفلسطينيين وحدهم وإنما تخص العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم بالتحديد. مشاهدينا الكرام انضم إلينا أو عاد إلينا السيد يحيى رباح القيادي في حركة فتح الفلسطينية. سيد رباح مرحبا بك معنا. يا أهلا بك أهلا وسهلا. أهلا بك سيد رباح. في البداية كيف تابعتم انطلاق ورشة البحرين اليوم التي افتتحها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور بعض الزعماء؟ يعني في الحقيقة أنه يعني الإدارة الأمريكية عبر جارد كوشنر بينت يعني أظهرت نوع من السقوط
العجيب، السقوط الأخلاقي والسياسي والذهني. وثبت أن ترامب يذهب بأمريكا إلى الهاوية نتيجة هذا السلوك السياسي الأعظم. وبالتالي نحن تأكدنا أننا بما أننا أصحاب القضية الأصليين حين قطعنا هذه الورشة الهزيلة، فبالتالي لن يكون لها أي نجاح ولن يكون لها أي صدى. والعرب الذين شاركوا اليوم كانوا يعني عرضة للمهانة بعرض يعني هزيل للمهانة وللاستهانة بأنفسهم وبأمتهم وبشعوبهم وبقضاياهم. يعني القضية الفلسطينية عمرها 122 سنة منذ المؤتمر الصهيوني الأول، ونحن نقاوم. فعندما يأتي واحد يعرض عليك أكاذيب، بل ها يعني يقول لك أنا سأحسن حياة هؤلاء السكان الفلسطينيين، كان واحد يقول لك ما لا بأس أن تبقى محتلا وفاقد يعني أمتك وفاقد قضيتك وفاقد قدسك مقابل أن تنزل في أوتيل يعني بسبع نجوم، هذا شيء سخيف. وهذا يفهم في أخلاق ترامب وفي كفاءته العقلية بالإضافة إلى كفاءته السياسية، ولا يفهم شيء عن هذه القضية التي حاول أن يلغي جميع مفرداتها. ما هو موقفكم سيد رباح من الأنظمة المشاركة في ورشة البحرين رغم مقاطعتكم لها؟ والله يعني شعورنا إذاهم هو شعور من يذهبون إلى العار المجاني. يعني مثلا أنت تعرف أن مبادرة السلام العربية عرضت على القمة العربية في عام 2002، وجميع القمم العربية منذ ذلك الوقت كانت تؤكد عليها وأصبحت وثيقة من وثائق المجتمع الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن يعني والرباعية الدولية، وأصبحت وثيقة دولية. عندما هذا الطفل هذا الصبي الأحمق التافه كوشنر يبدأ حديثه مع هؤلاء العربان اللي كانوا حاضرين اليوم بأنه لا يعترف ولا يتعامل مع مبادرة السلام العربية، لماذا يبقوا جالسين؟ الحد الأدنى من الكرامة أنهم كان عليهم أن ينسحبوا ولو فرديا حتى بدون رؤسائهم وبدون ملوكهم، لأن وجودهم هو عار ومخزن وسوف يلاحقهم ويلاحق أولادهم إلى أبد الأبدين. كيف يعني واحد صبي تافه يقول لن نتعامل مع مبادرة السلام العربية التي في قرار عربي دائم منذ 13 سنة، ويقول لن أتعامل معها، ويصفقون له ويبقوا جالسين كالسبايا. الله أن النساء المسميات كانوا يعني أسف من منظر العرب الحاضرين اليوم في البحر. ربما الكثير لا يعرف ما هو سبب الرفض، أو ربما ليس سبب ولكن الأسباب الرئيسية لرفض المشاركة في ورشة البحرين، فما هي سيد رباح؟ يعني طبعا نحن قلنا هذه الأسباب عندما فرضنا صفقة القرن وجعلناها تموت يعني في رحم من يحملونها دون أن تحصل على شهادة ميلاد، وقلناها قبل انعقاد ورشة البحرين اللي ملك البحرين لا ناقة له فيها ولا جمل سوى مستضيف مجاني. يعني قلنا أن هذه
تبقى هذه القضية لا يمكن أن تعامل ببداية بمشروع اقتصادي وحدي دون أن يكون هناك يعني مشروع سياسي ناجح، ويعني على الأمور أن تكون منضبطة وليس نوع من البلاهة يعني التي يتصرف بها هؤلاء الصبية الصبية تترم المضحكين يعني على رأسهم كوتشر وجسد جريبلات و يعني و ديفيد ليبرمان والآخرين، هؤلاء صبية تافهون مثيرون للسهم. وقلنا كيف أنتم تلعبون بقضية من أعمق القضايا تخص الأمة العربية وتخص الأمة الإسلامية وتخص المسيحيين في بلادنا تتصرفون بهذا يعني المستوى المنخفض، المستوى الذي يرغم في العار وفي الفشل، وخاصة أننا في المنطقة أصحاب تجربة في الوعود بهذه المليارات. أنت تعرف كم مرة يعني وعدنا بالمليارات في عمان مليارات ومش عارفين مليارات، وكله كلام في كلام ولا يتحول إلى حقائق. وشعبنا له تجربة في هذه المشاريع وإرادة ومصمم على إفشال ترامب وعلى إفشال صبية ترامب وعلى إفشال هؤلاء السبايا العرب الذين ذهبوا ولا أحد فيهم يعرف ما الذي سيقوله. لكن فكرة نقض الوعود هذا هو السبب الرئيسي الذي رفضتم من أجله المشاركة في هذه الورشة سيد رباح، يعني السلام من أجل الازدهار، لو كان الازدهار حقيقيا وسيتم الوفاء بهذه الوعود فيما يتعلق بالوعود الاقتصادية لكنتم وافقتم على الحضور؟ لا يمكن. الشرط الاقتصادي يسبق الشرط السياسة، لأنه هذا إلغاء للقضية الفلسطينية. وأنت تعرف ما تسرب عن صفقة القرن يعني الموعودة، أنها يعني حسمت حرب شعواء على كل مفردات القضية الفلسطينية، على القدس التي هي هوية وعقيدة، على اللاجئين، على الأوروا، على يعني القدرة السلطة على البقاء، يعني حرب شعواء. فكيف تثق بأن من يشن عليك حرب شعواء هدف إنهاء القضية الفلسطينية تقول أنه لا له أنني سأتعامل معك؟ نحن نقول لترامب، السيد أبو مازن رئيس أبو مازن قال لترامب لن نتعامل مع الإدارة الأمريكية ما دام أنت على راسها، لأنه جاهل ولأن عقله فارغ ولأنه يعتقد أن القضية قضية سبسرة ليس أكثر من ذلك. القضية الفلسطينية هي القضية التي يجب من خلالها الأمة العربية أن تعود إلى تاريخها وإلى مصالحها وإلى قوتها، وهي قضية مهمة للأمة العربية كاملة والأمة الإسلامية إذا أرادوا أن يحتفظوا بكرامتهم ومصالحهم ووجودهم. ما هي خياراتكم في حركة فتح لمواجهة صفقة القرن سيد رباح؟ يعني نحن نواجه بكل أشكال الصمود وبكل أشكال المقاومة، ويعني يعني كانوا الحركة الصهيونية كانت تقول الصغار ينسون والكبار يموتون، يعني الصغار أنهم أقوى ذاكرة وأقوى قدرة على النضال وعلى الصمود، ونحن مستمرون في وجودنا وجود شعبنا ودعمه بكافة الوسائل وتوفير كل الإمكانيات له حتى
في زمن الصعوبة التي نبقى نقاوم، لأن هذا وطننا الذي ليس لنا وطن غير. هل سيسمح بانتفاضة ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية سيد رباح؟ نعم يا سيدي، نحن شعب ذو خبرة عظيمة وذو قدرة هائلة على الصمود، ونحن صانعين قيامات منذ طبقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في 1965، ونحن يعني ننطلق ونقوم من جديد. كلما اعتقد أعداؤنا ومن يعملون خدم حقراء عند أعدائنا أننا انتهينا، نقوم وننهض من جديد ونواصل طريقنا العادل ونواصل السير نحو حقوقنا العادل. هل ستوقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني على إثر هذه الصفقة سيد رباح؟ يا سيدي، ليس هناك تنسيق أمني، لأن إسرائيل نفضت يدها من الاتفاق الذي وقعناه في عام 93، وكان هناك تنسيق أمني لمصلحة الشعبين ليس لمصلحة طرف واحد. فعندما انسحبت إسرائيل من هذا الاتفاق وأخلت خللا واضحا بزماتها بهذا الاتفاق الذي رعته الإدارة الأمريكية يعني، فبالتالي التنسيق الأمني أصبح غير موجود وغير واقعي، ونحن نحاول أن ندير أمورنا بنفسنا ونتدبر ونصمد ونوفر أسباب الصمود. ونحن شعب لديه خبرة، ونحن قيادة يعني أوعى يعني القيادات في العالم. القيادة الفلسطينية عندها فكر وعندها تجربة وعندها رؤى للمستقبل، ويعني نقول أننا بدل هذا اللغط الأمريكي عبر هذه الصبية، صبية ترامب وصبية الإدارة الأمريكية، نحن طرحنا أن يكون هناك عمل جماعي دولي بدون أمريكا للبحث عن طريق جديد للسلام، وإلا لن يكون هناك أمن ولا سلام في المنطقة، لا لإسرائيل ولا لغيرها، إلا بحل عادل للدولة الفلسطينية ولحقوق شعبها الفلسطيني. سيد رباح، ربما أسألك سؤالي الأخير عن فكرة يعني أهمية الإجماع الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة. هل يمكن أن يكون هناك تقارب قريب جدا لمواجهة هذه الصفقة، خاصة بأن ربما الرؤى موحدة في فلسطين في مواجهة هذه الصفقة؟ صحيح ما تقول، فعلا الموقف الفلسطيني عبر كل الأطياف الفلسطينية كان موحدا في إسقاط هذه الصفقة وفي إنهائها إلى الفشل الذي تستحقه. وفعلا الجهود الأشقاء المصريين ما تزال مصرين على جهودهم الخيرة في تحقيق المصالحة ووأز هذا الانقسام البغيض الذي وقعت فيه بعيون مبحلقة دون أن يعني تنظر إلى المستقبل. لكن الآن الواقع يتغير، والجهود حثيفة وكبيرة من أجل مساعدتنا، ويعني الطريق مفتوح أمام إمكانيات مصالحة حقيقية. أشكر شكرا جزيلا سيد يحيى رباح القاضي في حركة فتح الفلسطينية، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مسيرة ثانية جاية، أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشهد كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسري، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطلقة راس من عندنا؟ ستان وأكبر معوق لحركة الدولة حقيقية.
على مرضى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره، وسيحكم التهريب علي وعلى اسري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. موقع ميدل إيست البريطاني تحدث عن فترة سبقت وفاة الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي. علم موقع ميدل إيست آي أن محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين داخل السجن في مصر تلقوا إنذارا من قبل كبار المسؤولين بأن عليهم أن يحلوا جماعة الإخوان المسلمين أو أن يواجهوا عواقب رفض هذا الطرح، وقيل لهم إن معهم حتى نهاية شهر رمضان لكي يحسموا أمرهم، إلا أن الدكتور محمد مرسي رفض الانصياع ولقي حتفه خلال أيام. يقول ميدل إيست الآن يخشى أو يخشى على أعضاء الجماعة داخل مصر وخارجها أو أعضاء الجماعة أيضا خارج مصر وفي الداخل يخشون على حياة خيرة الشاطر المرشح الرئاسي السابق محمد بديع المرشد العام للإخوان، وذلك أنهما رفض ما عرضه المسؤولون عليهما. كان الطلب من مرسي وقيادات الإخوان حل الجماعة. قد ورد بادئ ذي بدء في وثيقة حررها المسؤولون المحيطون بالسيسي بعد إعادة انتخابه بوقت قصير العام الماضي، وكان الهدف من الوثيقة وضع معالم الاستراتيجية التي سينهجها النظام في مرحلة ما بعد إعادة انتخابه. أحيط موقع ميدل إيست علما بمحتوى الوثيقة من قبل عدة مصادر داخل المعارضة المصرية، بل إن أحد هذه المصادر والذي اشترط عدم الكشف عن هويته رأى الوثيقة بنفسه كما قالت أو كما قال الموقع. أخبرت المصادر موقع ميدل إيست إنها كانت على دراية بالوثيقة وبالمفاوضات السرية التي جرت مع مرسي قبل وفاته المفاجئة داخل السجن يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. كانت بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسؤولين المصريين والدكتور مرسي والتي جرت على مدى الشهور القليلة الماضية قد ظلت طي الكتمان خشية تعريض حياة السجناء للخطر. قالت الحكومة المصرية في الوثيقة التي حملت عنوان إغلاق ملف الإخوان المسلمين، قالت إن جماعة الإخوان تلقت ضربة من قبل الانقلاب العسكري عام 2013 لم يسبق أن تلقت مثلها في تاريخها، بل وكانت أشد من كل عمليات القمع التي تعرضت لها المنظمة الإسلامية كما تقول الصحيفة أو كما يقول موقع ميدل إيست البريطاني في ظل حكم الرؤساء السابقين من عبد الناصر حتى مبارك. ورد في الوثيقة على أن جماعة الإخوان تعرضت لإضعاف مميت وأنه لم يعد يوجد لديها قيادة واضحة المعالم، كما نصت على أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد تعتبر خطرا على الدولة في مصر وأن المشكلة الأساسية الآن هي عدد المعتقلين داخل السجون. يصل عدد المساجين السياسيين من جميع فصائل المعارضة ومن جميع الأطياف والقوى السياسية العلمانية منها وغير العلمانية والإسلامية إلى ما يقرب من 60,000. تصورت الوثيقة أنه بالإمكان إغلاق أو حل جماعة الإخوان تماما خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام. عرضت الوثيقة الحرية على أعضاء الجماعة الذين يتعهدون بعدم التعاطي مع السياسة بعد الآن أو حتى مع الدعوة، أي كل ما يتعلق بالنشاطات الاجتماعية التي كانت تقوم بها الحركة. وأما من يرفضون ذلك العرض فسيهددون بمزيد من الأحكام القاسية بما في ذلك السجن مدى الحياة. وخلص الوثيقة إلى أن ما يقرب من 75% من قواعد الجماعة سيقبلون بما هو معروض
عليهم، وإذا ما وافق القادة على خطة إغلاق الحركة، يعني هذه الترجمة إغلاق الحركة يعني حل جماعة الإخوان المسلمين، فسوف يتم تحسين أوضاعهم داخل السجون. هذا كله نص هذا ما نشرته أو ما نشره موقع ميدل إيست. يقول أيضا تعرض مرسي شخصيا لضغط شديد بينما كان محتجزا في عزل انفرادي ضمن زنزانة ملحقة بالسجن طرة، وكان يحال بينه وبين محامي وأفراد عائلتي ويحظر عليه التواصل مع أي سجناء. إذن هذا ما كشفته أو ما كشفه موقع ميدل إيست آي، بأنه كان هناك مساومات للدكتور محمد مرسي ولقيادات جماعة الإخوان المسلمين. حلوا جماعة الإخوان ولكم الحرية أو لكم ربما بعض التخفيف داخل السجن. مشاهدينا الكرام، ربما نناقش هذا الأمر في حلقات قادمة إن شاء الله. أشكركم على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشرق كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطلقة راس من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة ولد الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قرية العدوى بمحافظة الشرقية في 20 أغسطس 1951، وتربى في عائلة محافظة. في عام 1975 تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيدا بها، وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام 1978، ثم حصل على الدكتوراه عام 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تعرض في زمن حسني مبارك للسجن والمضايقات والإقامة الجبرية نتيجة لمناصرته لقضايا الحق والحرية. تقلد العديد من المناصب العلمية والسياسية، وفي 7 إبريل عام 2012 ترشح الدكتور محمد مرسي لرئاسة جمهورية مصر، وصار بعد ذلك أول رئيس منتخب انتخابا حرا من الشعب المصري. كان الرئيس محمد مرسي مناضلا، ولم تشغله هموم مصر ومصيرها.